وفريق ستاد بيجو الإيفواري. اللقاء راح ينطلق إذا كما قلت على الساعة 2:30 كما كان مقرر. إذا تشكيلة الفريقين بدون إطالة، فريق الضيف ستاد بيجان تيزيي الحارس، في الدفاع كامارا إبراهيم هو لاعب دولي، تيي كواسي كامارا قائد الفريق، نزوي يوروبا بولي ساليفو أغودي بريندو. في قائمة الاحتياط نجد كون من لوي زيزي غوتي غيدي تويبي، والمدرب هو السيد بونكي مارتان. فيما يخص فريق شبيبة القبائل، حملات في حراسة المرمى رحموني بن حملات عمروش سلمون مفتاح حاج عدلان عدان موتوني مناد قائد الفريق وبومريط. في قائمة الاحتياط نجد كل من علان الحارس الثاني يسعد بن شيخة هماوش وجانيت، المدرب هو السيد هاروني بمساعدة السيد حرب. طاقم التحكيم الثلاثية التونسي محمد ناصر قربي عبد الرحمن وعبد الجليل بالحاج علي، أما محافظ المقابلة فهو السيد القرطي من المغرب. الحكم الرابع هو السيد النمس. هذه الانطلاقة لصالح شبيبة القبائل. عبد القادر، نعم عبد القادر، نذكر أن اللقاء هذا اللي انطلق الآن على الساعة 2:30، لقاء ثاني على الساعة 3:00، وبعد يعني تشاور كبير بين الاتحادية وتفاهم كبير إن صح التعبير بين الاتحادية والفريقين شبيبة القبائل وبرج ملاهي، حتى يعني الجمهور الرياضي يتمتع. خليك مع اللقطة هذه. محاولة وقفة من منات بالرجل اليسرى، صعوبة الحارس تيزيي يخرجها ركنية، وهي الركنية الأولى في الدقيقة الأولى من اللقاء لصالح شبيبة القبائل، وجمهور يهتز في هذه اللقطة، لقطة جميلة في الدقائق الأولى. فريق شبيبة القبائل راح يحاول يسجل الركنية والدفاع بصعوبة، يبقى الخطر والكرة عند منات، لكن هذه المرة تضيع منه وتخرج ركنية. وصل مراد. تقال إذن كان تفاهم كبير بين الاتحادية والفريقين وكذلك التلفزة الوطنية، حتى يعني اللقاء الأول هذا ينطلق على الساعة 2:30، اللقاء الثاني على الساعة 3:00، حتى يكون يعني وقت للمتابعة، متابعة اللقاءين يعني باتفاق عام، ما نقولش يعني 100% ولكن 80%. إذن نترككم مع هذا اللقاء بقدر. شكرا. إذن نواصل هذا الوصف. الكرة لصالح شبيبة القبائل عند اللاعب عدال، ثم للوراء عمروش، من هناك سلمون بن حملات، التبادل الكروي سريع جدا، وهذه المرة تخرج الكرة للتماس، تماس لصالح فريق ستاد بيجان. نذكر أن فريق ستاد بيجان أهل لهذا الدور بعد ما فاز على فريق زومونتا من النيجر بهدف مقابل صفر في مقابلة الذهاب، وانهزم في مقابلة العودة 2-2، وبالتالي يتأهل لهذا الدور، في حين فريق شبيبة القبائل كان معفى من الدور الفارق. إذا تماس لصالح شبيبة القبائل. لقطة فنية، تبقى الكرة عند عناصر شبيبة القبائل، حاجة عدلان ثم انطلاقة ومخالفة يقول الحكم. مخالفة سرعة حاجة عدلان، لقطة فنية لكن الكرة ما تمرش وياخذها الدفاع مرة أخرى. بداية برفع رجل وفيون افون ومخالفة لصالح شبيبة القبائل من حوالي 35 متر من مرمى الحارس تيزيي الحارس الدولي. قذفة قوية والحارس هذه المرة يوقف الكرة، وانطلاقة بسرعة من اللاعب رقم 4 اللي هو كواسي. كواسي ما توصل كورتو ويخرجها لاعب رحموني. تدخل رحموني مرة أخرى ثم مفتاح منا جمال، حاول مرة في اتجاه موسوني ليلعب كقلب هجوم. سهولة سلمون يترك لحمد، طويلة كورتو باتجاه موسوني، لاعب الخطير موسوني، مهاجم ممتاز أدى دوره كما ينبغي مع فريق شبيبة القبائل منذ بداية الموسم. فنيات معتبرة، قذفات، هذا اللاعب يمتاز بكل الإمكانيات المعروفة عند المهاجمين. منا جمال باتجاه مفتاح ثم حاج عتلان،
عدان. بداية سريعة بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، شوف تبادل فراوي كانت جميلة جدا من حاج عبدان في اتجاه موسيمي ثم من جمال، وتخرج هذه الكرة للشمال. بداية سريعة جدا، بداية سريعة جدا لفريق شبيبة القبائل يريد يسجل في الدقائق الأولى، لأنه تسجيل هدف أو أهداف في الدقائق الأولى من المقابلة يعتبر شيء عامل سيكولوجي هام جدا لمواصلة اللقاء كما ينبغي وعلى رتم جيد. حاج عدلان يدخل الدفاع اتجاه قلب الهجوم اللي هو صاليفو، لكن بسرعة ياخذها الدفاع. حتى الآن دفاع شبيبة القبائل ما يتركش الفرصة لفريق ستاد أبيجان اللي يحاول يلعب طريقة دفاعية لحد الآن، لأنه يعتمد على مهاجم أو اثنين في الهجوم. هذه البداية على كل شوف موسوني لقطة فنية، ويعلن السيد محمد ناصر على مخالفة، مخالفة الثانية من نفس المكان في ظرف دقيقتين. هذه الإعادة للمخالفة. دخل اللاعب رقم ثلاثة هو تي، لكن معزول قلب الهجوم صاليفو، وتروح مباشرة للحارس حمناد. سريع جدا الحاج عدلان يدخل داخل منطقة 18 متر، الحاج عدلان سريع يعمل بالكرة في العقيب، وقذفة قذفة رائعة بالرجل اليسرى من موسوني اللي كان داخل منطقة 18 متر، لكن كورته تمر جانبية بعيدة عن مرمى الحارس تيجي. بداية سريعة جدا، كرة كانت جميلة من حاج عدلان وقذفة كذلك شوف بالعقب حاج عدلان، والكرة بدون إطالة من موسوني لكن فوق المرمى. هكذا بعد مرور خمس دقائق ضغط كلي من شبيبة القبائل على دفاع ملعب أبيجان. هكذا يضيع الوقت وتوشك الحكم، راح يخرج البطاقة الصفراء. بالفعل البطاقة الصفراء، لأنه يعني في القانون ممنوع أنه لاعب يضيع الوقت خاصة في بداية اللقاء. هكذا بطاقة صفراء لأحد المدافعين اللي ما شاهدوش الرقم بتاعه. المهم أول بطاقة صفراء للاعب رقم اثنين اللي هو كاميرا إبراهيم اللاعب الدولي. المهم بعد ست دقائق نتيجة متعادلة صفر مقابل صفر، بداية حسنة بالنسبة لفريق شبيبة القبائل. تخرج الكرة يقول مساعد الحكم، وتماس لصالح شبيبة القبائل بالتنفيذ سلمون. حمناد على الصورة، كرة تصطدم بأحد اللاعبين ثم تعود كرة في وسط الدفاع. دخل عمروش بضربة رأسية تعود له الكرة مرة أخرى، يوقفها ثم بسرعة بالرجل اليسرى في اتجاه شوف الحارس يخرج بالدفاع، في الأخير الحارس يأخذ الكرة بعيدة ترجع مرة أخرى لصالح فريق شبيبة القبائل اللي يحاول يضغط منذ البداية. ومخالفة ارتكبها اللاعب رقم ثلاثة هي على حاج عدلان، ما توصلش الكرة من جديد. دقيقة عمروش بن حملات في اتجاه جمال مناد قائد الفريق. جمال مناد كورته جميلة لكن تبقى عند مفتاح داخل منطقة 18 متر مفتاح، وتخرج الكرة ركنية، يخرجها اللاعب رقم ستة يجوي. ركنية أخرى لصالح شبيبة القبائل بعد مرور الآن سبع دقائق. بالتنفيذ موسوني، كرة مقوسة ضربة رأسية تبقى الكرة هذه المرة، يخرجها الدفاع. معزول قلب الهجوم ما يقدر يعمل حتى شيء، وتعود الكرة لجمال مناد. خطفة من جمال مناد، كانت جميلة، كانت جميلة هذه الكرة، كانت خطفة جميلة من حوالي 25 متر وتمر جانبية ببضع سنتيمترات.
كرة عند عناصر فريق ستاد أبيجان. تبادل كروي، لاعب رقم 13 هيجي ثم جاوتي وزيزي مرة أخرى وضيع الكرة وتبادل كروي قصير. شوف كيف يخرجوا اللاعبين من منطقتهم الكرة، كرة قصيرة ما يعتمدوش على الكرة الطويلة لأنه الفرق الإفريقية غالبا يحبوا الكرة الطويلة. وهذه تبادل كروي سريع في اتجاه موسوني، موسوني يدخل داخل منطقة 18 متر، موسوني شو يعمل بالكرة؟ لمس باليد، الحكم ما يقول حتى شيء، الحكم ما يقول حتى شيء، وثم انطلاقة سريعة وتروح الكرة تماس لصالح شبيبة القبائل. موسوني اللي كان مرر الكرة لكن ما وصلتش، صدمت في أحد اللاعبين، بالأخير تعود من جديد لصالح شبيبة القبائل. مناد جمال لكن الدفاع يخرجها باتجاه قلب الهجوم، صاليفو ما يقدر يعمل حتى شيء. ثم ينطلق من جديد فريق شبيبة القبائل انطلاقا من الدفاع، دفاع متقدم حتى يكون الضغط كلي على عناصر ستاد أبيجان. هذا عمروش ليصعد مراوغة أولى، يترك الكرة لمناد جمال ثم موسوني، كورته كانت طويلة وتخرج تماس، تماس لصالح فريق ستاد أبيجان. بداية حسنة لفريق شبيبة القبائل في هذه الدقائق الأولى، وبعد مرور الآن 10 دقائق 0-0 في النتيجة وتفوق لصالح شبيبة القبائل من حيث الهجمات والمحاولات، رفع الرجل وبالتالي بيون افون ومخالفة لصالح فريق شبيبة القبائل. مرة أخرى عدة مخالفات أمام الكرة، جمال مناد ورحموني في الأخير القائد جمال مناد بالتنفيذ، والدفاع يخرج الكرة. عدان هما سلمون، شوف اللعب الجماعي والجميل وربما الهدف، الهدف بالفعل، الهدف الأول لصالح فريق شبيبة القبائل من إمضاء اللاعب رقم 11 بوبريت. بوبريت يسجل أول هدف لصالح شبيبة القبائل في الدقيقة 11، كان منتظر هذا الهدف وفرحة الجمهور، الجمهور الغفير اللي تنقل اليوم. هدف جميل، هدف جميل، وهذه الإعادة بوبريت وحده وبالرجل اليسرى يفتح باب التسجيل لصالح شبيبة القبائل. هدف راح يكون عنده فعالية كبيرة وأهمية كبيرة لأنه هدف يتسجل في الدقائق الأولى من المباراة. تخرج الكرة تماس لصالح فريق ستاد أبيجان. تصفيقات الجمهور وتشجيعات كبيرة لهذا الفريق العتيد اللي سبق له فريق شبيبة القبائل النال مرتين كأس إفريقيا للأندية البطلة في سنة 81 أمام فيتا كلوب وفي سنة 90 أمام ريكي بيز الزومبي. منا جمال، منا جمال، كرة جميلة في اتجاه موسوني، وقف الكرة في صدره واش راح يعمل بالكرة مراوغة، شوف جميلة رائعة 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 رائعة، لكن الكرة تخرج، تخرج اللقطة كانت جميلة جدا من موسوني وتخرج الكرة بالأخير بست أمتار. شوف اللقطة كيفاش يرفع الكرة فوق رأس اللاعب وبدون إطالة بالرجل اليسرى، لكن الكرة ما وصلتش للاعب حاجة عشان اللي كان ينتظرها. ست أمتار، بداية سريعة جدا ولقطات فنية جميلة جدا من عناصر شبيبة القبائل، لكن لحد الآن الشبيبة سجل هدف واحد من إمضاء بوبريت. سلمون، شاب سلمون لاعب الدولي في صفوف فريق الأولمبي. سلمون للوراء، الحارس حمناد، حارس الدولي هو الآخر، عدة لاعبين دوليين في فريق شبيبة القبائل. مناد، بوبريط، بن حملات، لقطة فنية بن حملات، كرة مقوسة ينتظرها حاجة عدلان لكن دفاع يسبق المدافع، واسي خرجها ثم تعود من جديد. كل الكرات لصالح الشبيبة، مفتاح جميلة كان فيه تسلل بالفعل، حاجة عدلان انطلق قبل الكرة وتسلل، ويبقى أحد اللاعبين سقط على الأرض في صفوف فريق ستاد أبيجان. عسول دحمان زميلي معايا في
هذا الوصف راح يعطينا انطباعاته الأولية فيما يخص بداية اللقاء بعد مرور 13 دقيقة. واش رأيك في البداية سود؟ عبد القادر إذا كان ممكن تحدثنا عن وصف اللقاء لحد الآن. فريق شباب قبائل وكما عودنا في مثل هذه المنافسات كله في الهجوم، وأثمرت هجومات شباب قبائل حتى وإن ضيع تلك فرص السانحة للتسجيل، أثمرت بهدف، هدف أول في العشر دقائق الأولى من اللقاء، هدف يدعو للارتياح لأن خط هجوم شيبة قادر باش تسجل أهداف أخرى على حساب هجوم الفريق المنافس اللي متكتل في دفاعه، ما خلق حتى فرصة لحد الآن في الهجوم ما عدا الهجمات المعاكسة خاصة عن طريق المهاجم الوحيد صاليفو اللي يقود الهجمات وحده أمام دفاع فريق شباب القبائل. فريق شباب القبائل عليه تسجيل أهداف أخرى خصوصا في الشوط الثاني هذا حتى يضمن لعب الشوط الثاني بكل ارتياح. إذا تتواصل المقابلة ولقطة عن ساليفو يضيع ثم انطلاقة مفتاحي مرر من هناك عدان ما فيش تسلل وينطلق مناد على الجهة اليسرى، مناد كرته ما توصلش والدفاع دفاع يخرج الكرة. ينبغي على فريق ستاد أبيجان يلعب ويخرج من منطقته إذا كان أراد تفادي الأخطاء وعلى الأقل محاولة. شوف الانطلاقة أخرى بالرجل اليسرى ما توصلش لحاجة عدلان، ثم انطلاقة جديدة. شوف الأرقام كلها متغيرة، مش هي الأرقام اللي عطاونا قبل بداية اللقاء. فريق كوت ديفوار عن طريق اللاعب رقم 6 يمرر في اتجاه اللاعب زيزي وسلمون. في الأخير سلمون، شوف فنيات كبيرة عند هذا الشاب سلمون، 20 سنة فقط عمروش، ويستفيد من مخالفة عمروش. نذكر أن فريق ستاد أبيجان يحتل المرتبة الثانية في بطولة كوت ديفوار في المجموعة باء. هذه انطلاقة لجمال مناد يدخل داخل المنطقة وضربة رأسية. جميلة ضربة رأسية والحارس يخرجها، لكن تخرج الكرة ركنية لصالح فريق شبيبة القبائل. موتوني شوف الضربة الرأسية جميلة والحارس بكل شجاعة وبكل روعة يخرجها ركنية. ركنية لصالح شبيبة القبائل في التنفيذ موسوني. بداية حسنة وجد حسنة بالنسبة لشبيبة القبائل، فريق اللي يعد من أحسن الفرق أو أحسن فريق على الصعيد الوطني فريق شبيبة القبائل. ضربة رأسية من مفتاح والدفاع صعوبة. فريق ستاد أبيجان يلعب كله دفاعي وهذا الشيء ما راحش يسهل له من مهمته، لانه كم راح يصمد امام الهجمات المتتاليه لصالح شبيبه القبائل. موسوني شوف اللقطه الفنيه رائعه في اتجاه مناد جمال، مناد موسوني شوف التبادل الكروي جميل جدا. مفتاح من هناك حاج عدلان، لكن الكره كانت قويه وتخرج 6 امتار. تخرج الكرة هذه 6 أمتار. قلت فريق ستاد أبيجان يحتل المرتبة الثانية في المجموعة الثانية مجموعة باء أمام لاسيك دابيجان، لأنه البطولة في كوت ديفوار تكون من مجموعتين، كل مجموعة فيها 8 فرق، وفي الأخير 6 فرق في كل مجموعة، يعني 3 زائد 3 هم اللي يتنافسوا من أجل نيل اللقب. لحد الآن 11 مقابلة، تبقى 3 مقابلات قبل نهاية المرحلة الأولى، وفريق ستاد أبيجان يحتل المرتبة الثانية. آخر لقاء انهزم أمام لاسيك دابيجان 0-1 في البطولة، لكن في مقابلة الذهاب فاز ب3-1 أمام لاسيك دابيجان اللي يعتبر من أحسن الفرق في كوت ديفوار. مفتاح وينطلق رحموني ما توصلش كورتو لمناد، ثم انطلاقة لكوت ديفوار. لقطة فنية، هذا اللاعب رقم 13 زيزي يترك لساليفو، ساليفو كرة جميلة لكن ما توصلش، وحمناد فيه تسلل لحاج عدلان، تسلل واضح لحاج عدلان. يعلن عليه حكم المقابلة السيد محمد ناصر من تونس بمساعدة كل من قربي عبد الرحمن وعبد الجليل بالحاج علي. أما محافظ المقابلة كوميسارو ماتش فهو السيد القرطي من المغرب. الحاكم الرابع هو السيد نمس الحاكم الدولي بالنسبة للجزائر. مناد جمال في اتجاه حاج عدلان، الكرة ما توصلش، ثم كاميرا
لقطة فنية الدفاع، لكن تعود من جديد لصالح فريق شبيبة القبائل. كرات القصيرة، وهذا هو اللاعب الجزائري، يعتمد على المراوغات والفنيات والكرات القصيرة. شوف كيفاش يمر أمام ثلاث لاعبين، وفي الأخير الدفاع اللاعب رقم أربعة هو في يخرج الكرة هذه للتماس. اللقطة كانت جميلة. بن حملات مدافع الأيسر في صفوف الفريق الوطني، والكرة هذه تخرج تماس لصالح فريق شبيبة القبائل. رحموني في اتجاه موسوني، موسوني في صراع مع المدافع الأيسر، وفي الأخير تخرج الكرة تماس لصالح فريق شبيبة القبائل. دائما في منطقة دفاع فريق ستاد دابيجون الإيفواري. نذكر هذا الدور الثمن النهائي، عمروش رحموني مباشرة بين أحضان الحارس الدولي تيزي. دفاع عن طريق اللاعب رقم 14 هذا اللي هو جاوتي، لكن كل الكرات ما توصلش، لانه فريق هذا الايفواري يعتمد على طريقه دفاعيه، واعتماده الكلي على ساليفو او اللاعب رقم 10 اغودي، وهذا غير كافي لمرور امام دفاع المتكون من رحموني بن حملات على الجهه اليسرى، في الوسط عمروش وسلمون. تماس رحموني، ومره اخرى تماس، هذه المره لصالح شبيبه القبائل. طويله الكره وتخرج تماس. نذكر انه كذلك فريق ستاد دابيجون نال ست مرات الكأس الإيفوارية، المرة الأخيرة كانت في سنة 94، لكن لم يسبق له أن نال البطولة. هذا الفريق من أحسن الفرق في كوت ديفوار، ستيلا أبيجون وأستيك أبيجون، ستاد أبيجون، كل هذه الفرق وأفريكا سبور الفرق المعروفة. ذكر أنه شرادي كان مدرب فريق أفريكا سبور. تماس، وفي الأخير الدفاع عندهم إمكانيات، اللاعبين الإيفواريين معروفين على كل حال على الصعيد الإفريقي، لكن في هذه المقابلة لحد الآن ما شاهدناش ولو لقطة واحدة، لأنه الفريق ربما جاء باش يدير نتيجة، لكن هذه الطريقة أحسن طريقة لتسجيل الأهداف هي الهجوم، لأنه عندما فريق يعتمد على الدفاع فراح في طبيعة الحال يشكل خطورة نفسه ويخلي الفريق المنافس يضغط عليه كلية. هذه لقطة لصالح شبيبة القبائل، وانطلاقة من هناك، وشوف اللقطة الفنية، لكن الحارس كان بإمكانه اللاعب يقذف، لكن حاول يمرر بدون أنانية، حاول يمرر لأحد رفقاء موسوني حاجة عدلان، حاول يمرر لموسوني، لكن الحارس يأخذ الكرة. بقدر على ذكر الأنانية، حاجة عدلان كان ممكن يقذف الكرة وممكن يحاول محاولة أحسن لتسجيل هدف، لانه كان امام الحارس امام المرمى شاغره، والحارس كان متقدم نوعا ما عن مرماه بحوالي 6 امتار، كان ممكن انه يخادع الحارس ويرمي كره فوق فوق الرؤوس، لكن حاجه عدلان اباء اللي يمرر الكره الى موسوني اللي يلعبوا كثير مع بعض اللاعبين خصوصا في خط الهجوم، لانهم هم راس حربة فريق شبيبة القبائل لحد الان. لكن شبيبة القبائل عليه تسجيل اهداف، لانه فريق ملعب ابيجان متوخر نوعا ما ويلعب بقلب هجوم واحد، وما باقي اللاعبين فيتركزوا في وسط الميدان، وفريق ملعب ابيجان يحاول تحقيق نتيجه في الشوط الاول. اذا بقى نتيجه الشوط الاول هدف في صفر راح تكون مهما اصعب بالنسبه لشبيبه القبائل، اللي راح يلعب نصف 45 دقيقه اخرى في الشوط الثاني، وراح تكون صعبه جدا، لانه فريق ملعب ابيجان دخل بتشكيله مغايره تماما للتشكيله اللي عندنا احنا، لانه فيه اربع لاعبين احتياطيين دخلوا اساسيين في الفريق، وهذا الشيء ما كناش نعرفوه، وهذه خدعه. بقدر
نعم مراد. اذا نشوف هنا في الصوره دخول الفريقين، فريق برج منايل وكذلك النجم الساحلي مباشره اذا لملعب 20 اوت، نستمع للناشدين الوطنيين وكذلك على الجديد فيما يخص التشكيله والتحضير لهذا اللقاء، ثم نعود لك بعد قليل. تفضل مراد. عبد الحفيظ مساء الخير. نتيجه باقيه على حالها، هدف مقابل صفر، وفريق كوت ديفوار يحاول الان ينسق في الهجوم لانه شعر بالخطر، لكن يبقى التفوق لصالح شبيبه القبائل. نذكر كذلك انه فريق كوت ديفوار اليوم اللي عنده 5 لاعبين دوليين لكن شاركوا 2 فقط، وهو الحارس تيزي واللاعب رقم 2 كاميرا ابراهيم. اما الثلاثه الاخرون هم معروفين، يورو بيترا داغو شارل وكذلك كاميرا يوسف، ما شاركوش في اللقاء تاع اليوم. اذا هذه معطيات وبعض معلومات حتى المشاهد الكريم يتعرف على اللاعبين الايفواريين، اللي نذكر انه نالوا كاس افريقيا في 92 بالسنغال، وفي سنه 94 وصلوا للدور النصف النهائي وانهزموا امام نيجيريا. هذه مخالفه لصالح فريق شبيبه القبائل، خلفة وضربة رأسية لكن تبقى الكرة لصالح شبيبة، ومرة أخرى تصطدم بأحد المدافعين وتروح الكرة لوسط الميدان، لأنه كانت الكرة راح تخرج لكن خرجها الدفاع من منطقته ومباشرة لتماس. شبيبة يريد أن يضيف أهداف أخرى لكن لحد الآن ما وصلش إلى شباك الحارس تيزي رغم المحاولات العديدة. هذا سلمون ليترك في الاخير الكره اللي بن حملات، تبادل كروي، سلمون يغير تماما بن حملات في اتجاه رحموني، من اقدم العناصر رحموني وحاج عدلان ومنات جمال عفوا. تبادل كروي بين اللاعبين الايفواريين عن طريق لوي زيزي وكذلك صاليفو. شوف الان فريق ستاد ابيجان يصعد باكبر عدد من اللاعبين للهجوم، وما دخلت هذه الكرة وسلموني وقفها، محاولة على الجهة اليسرى لكن سلموني وقفها بسهولة. وانطلاقة من جديد لصالح فريق شبيبة القبائل، حاج عدلان، سلمون، تبادل كروي، منا جمال ضيع منه الكرة، وانطلاقة جديدة لفريق كوت ديفوار. صاليفو بدون إطالة حاول يمرر على الجهة اليمنى وين موجود أحد اللاعبين اللي هو بريندو لكن الكرة ما توصلش. في هذه اللحظات عبد القادر فريق ملعب ابيجان يخرج من منطقته بعد فتور نوعا ما هجوم شبيبه القبائل اللي يرجع نوعا ما للوراء بحثا عن الكره، وهذه السيطره على وسط الميدان. موسوني يدخل داخل المنطقه ويسجل، لا هدف رائع، هدف رائع، هدف رائع حقيقه. لاعب ممتاز، لاعب ممتاز موسوني، لاعب ممتاز، لاعب موسوني يسجل هدف رائع، رائع لاعب موسوني. شوف بذكاء وبرزانه كبيره موسوني سجل الهدف الثاني في الدقيقه 29، والحارس في حيره كبيره لانه هدف ثاني جاء عن طريق اللاعب موسوني بعد لقطه جميله. شوف كيف يوقف الكره في صده وينطلق ويسجل بسهوله، شوف بارتياح وبرزانه الكره تصطدم في العمود الايمن ثم تدخل الشباك. هدفين مقابل صفر لصالح شبيبه القبائل، والهدف يستحق الاعاده مره اخرى، وهذا هم اللاعبين الباردين والمهاجمين الباردين اللي يستحقوا كل التشجيع والتقدير، لانه لاعب في المستوى حقيقه يؤدي بدوره في صفوف شبيبه القبائل وشباب، لانه عمره ما يتجاوز 22 سنه. نعم عبد القادر، اذا بعد هذا الهدف وبعد هذه الفرحه نعود لملعب 20 اوت، واللقاء رايح ينطلق بين برج منايل و النجم. تبادل كروي بين موسوني وحاج عدلان، الكره ما توصلش لكن فرص ضاعت من شبيبه القبائل خاصه في الدقيقه 32 وين اللاعب حاج عدلان كان وجه لوجه مع الحارس وفضل انه يترك الكره، كان يظن انه كان فيه لاعب اخر وراءه لكن الكره خرجت جانبيه. المهم انه فريق كوت ديفوار كذلك فريق ملعب ابيجان تحرك في الدقائق هذه، بدا يلعب بطريقة نقدر نقول شبه هجومية لأنه محاولات ولو أنها مش خطيرة، لكن يحاول يمر عن طريق الكرات القصيرة، لأنه ما ننساش أنه الكرة الإيفوارية هي الأخرى تعتمد على الفنيات وعلى الكرات القصيرة غير الكرة الإفريقية المعروفة بالكرات الطويلة هذه.
واللياقه البدنيه. المهم دقيقه الان 36 او تقريبا 41 من الشوط الاول، النتيجه دائما هدفين مقابل صفر، والجمهور ينتظر اهداف اخرى لانه الجمهور دائما يحب كما نعرف اللعب الجميل ويحب كذلك الاهداف. هذه كره تخرج بعيده للتماس، تماس لصالح فريق شبيبه القبائل. يتولى تنفيذ التماس رحموني، رحموني لاحد الرفقاء. من ينتظر؟ رحموني لموسوني، موسوني رحموني، تعود الكره من جديد وتمريره للخصم، للخصم حقا. فريق ملعب أبيجان يتحرك في هذه اللحظات، ومنذ حوالي 10 دقائق يصنع اللعب، وفريق شبيبه القبائل هو اللي اصبح يعتمد على الهجمات المعاكسه في القدم. نعم دحمان، المهم ان النتيجه لحد الان مرضيه في انتظار نهايه الشوط الاول، لانه بقات لحد الان حوالي 4 دقائق او 3 دقائق، وبعد هذا في 45 دقيقه. لكن الان راح نشاهد ركنيه لصالح فريق ملعب أبيجان، ركنيه للجهه اليمنى في التنفيذ، اللاعب رقم 12. وهكذا الارقام كلها تغيرت، لوي رقم 12، رقم 13، رقم 14، كلهم موجودين في التشكيله اللي دخلت بها دخل بها الفريق في البدايه. اعطونا تشكيله مخالفه تماما لهذه اللي شاهدوها على ارضيه الميدان. ركنيه برجل اليسرى وتدخل الدفاع عن طريق عمروش وقذفه، لكن تصطدم بمفتاح وتعود قذفه جميله، روعه روعه. القذفه كانت رائعه من لاعب رقم 14 اللي هو جاوتي، والكره تصطدم بالعمود على ما اظن بالقائم، لانه الحارس ما نساش يعني لو كانت في شباك كانت تدخل. حقيقه كانت القذفه رائعه. المهم هدفين مقابل صفر، ونعيش الدقيقة 44 قبل نهاية الشوط الأول. ولحد الآن نقدر نقول أنه المستوى انخفض نوعا ما من جانب شبيبة القبائل. هذا حاج عدلان، حاج عدلان على الجهة اليمنى، حاج عدلان لقطة فنية لكن كرته كان خرجت للتماس. تبقى الكرة لصالح فريق ولكن كانت فيه مخالفة. عدلان هو اللي خرج الكرة لكن على ما أظن كانت فيه مخالفة. المهم أنه الحكم يعلن على مخالفة بالفعل، لأنه في الأخير يقول تماس لصالح ملعب أبيجان عن طريق نزوي ما يمرش. مفتاح محيدين، حاج عدلان ما مرت بسرعة، سرعة حاول يمررها لمناد ما تصلش الكرة ثم يوقفها الخليفو، لكن عمروش بالمرصاد. مناد، حاج عدلان، لقطة فنية وضيع، ضيع هذه الكرة. عمروش يصعد كثير ويلعب بطريقة هجومية محضة، وهكذا عندما الفريق الخصم يلعب في منطقته، فحتى من المدافعين بالنسبه لشبيبه القبائل يصبحوا مهاجمين. وهكذا